والذي سيبدأ الضرب في هذه الأثناء لمصلحة مولودية الجزائر. أول كرة، أول ضربة للعبور إلى هناك إلى الكوارتر فاينل وإلى ربع نهائي الذهب. جيبوا واحد يمسك الكرة، مش ممكن يعني معاناة مع الكرة. ممكن نبقى نصف شوط ننتظر فقط الكرة تثبت في مكانها. نبيل العمارة في أول ضربة أمام أمجد رحيم، أول ضربة لمصلحة الفريق الجزائري. لا 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 لا، معاناة في أول ضربة، ناهيك عن الضربات الأخرى. ثبتها يا حكم. إذن أول ضربة لنبيل العمارة. شوف قوة الرياح مع ضربة الكرة، يعني صعب تكون صعب على الحراس. يعني عند حتى الحراس في موجة رياح بهذه الطريقة، يعني صعب أنك تشوف الكرة. جانب من مولودية الجزائر أمامنا في الصورة، يد على يد وانتظار الضربة القادمة. وين رايح يا نبيل العمارة؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين؟ جيبوا واحد يمسك الكرة وخلصنا يا حكم. يا محمد الهويش، يعني مش ممكن. يعني اللاعب في ضربة الجزاء يحتاج لأنه يرجع متر مترين. يعني لو ميسي ممكن يرجع نص متر، كريستيانو رونالدو 3 أمتار أو مترين لأنه يضرب بقوة. لكن نبيل العمارة يرجع متر ونص، تروح الكرة، راحت الكرة، راحت راحت الكرة. ما الذي يجري؟ الحكم ما عندوش حل، ما لقاش الحل للموضوع. أيوب أوديشو يقولوا ريحونا، خلاص فقدنا السيطرة. حتى متعة ركلات الترجيح ممكن نفقدها في هذه المباراة، نفقدها في هذه المباراة. يعني أنت تطلع الريتم وتنزل الريتم وتعيش مع الأجواء وبعدين انتهت الحكاية. أيوة، يعني لو كانت عكس اتجاه الريح ممكن تثبت الكرة عكس الريح. إذا و... لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن يا سيد الحكم. لا لا لا، بردنا خلاص. صعب، يعني عندك 10 ضربات وكل ضربة ممكن تأخذ منك 5 دقائق. خلاص 50 دقيقة، خليها 25 دقيقة، 50، مش ممكن. نبيل العمارة، نبيل العمارة يتقدم في الشباك. الضربة الأولى للعميد مولودية الجزائر عن طريق نبيل العمارة، يضرب الضربة الأولى في الشباك في مرمى أمجد رحيم. 1-0 لفريق مولودية الجزائر.